السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بك حبيبي في مطبخ رشا الاهل الوصفات. ان شاء الله نعمل النهارده البسبوسه مع بعض وهنضيف عليها حاجه تخليها باذن الله ما تفكش منك وتبقى معاكي ناجحه من اول مره حتى لو انت مبتدئه. يلا بينا نسمي بسم الله ونكسر الصلاه على الحبيب. اول حاجه هنعمل السيرب بتاع الكنافه. حطيت هنا كوبايتين سكر عليهم كوبايه ونص ميه عصره ليمونه وكيس فانيلا وارفعهم على النار 10 دقايق. دلوقتي بعد ما ادير البسبوسه حطيت هنا 3 كوبايات دي سيمولينا عليهم نص كوبايه سكر عليهم نص كوبايه جوز الهند وهقلبهم مع بعض كده. ان شاء الله المقادير سهله وتحفظيها من اول مره باذن الله. وهنا ضفت كيس فانيليا وحطيت هنا حوالي معلقه كبيره او يعني مش كبيره قوي يعني بيكنج باودر. الكيس يعني ما كانش مليان. وحطيت هنا ذره الملح اساسيه في كل حاجه. هنا دلوقتي معايا نص كوبايه زبده بلدي نفس الكوبايه اللي بعير بها المقادير هي اللي بعير بها الزبده. بعد ما حطيت كده الزبده على دقيق السمولينا او دقيق البسبوسه هحاول انها بيستو كده واغلف كل دقيق السمولينا معايا بالسمنه عشان تطلع معاكي ناجحه بفضل الله وتبقى مرمله كده وجميله زي بتاعه المحلات بالظبط زي ما انتم شايفين كده. حاول ان اغلفها كلها. الاضافه بقى اللي هنا هتخلي معاكي البسبوسه باذن الله ناجحه معاكي من اول مره اضفت بيضه على كيس فانيليا وهقلبها كده مع خليط البسبوسه. البيضه هنا ما بتبانش خالص ان انت ضايفه اي بيض خالص وبتخلي معاكي البسبوسه متماسكه وما تفرولش منك وانت بتقطعيها. وبعد كده نزلت عليها بكوبايه الا ربع لبن زي ما انتم شايفين كده. وانا ما بعجنش البسبوسه يا دوب بس بشربها اللبن كده زي ما انتم شايفين. ده خليط البسبوسه. كون بقى مجهزه معايا صينيه ودهناها رشه زبده او رشه زيت. وحطيت هنا برضو زبده من اللي انا ضفتها على خليط البسبوسه زي ما انتم شايفين. وهنزل بقى بخليط البسبوسه كده في الصينيه وهحاول بقى كده بظهر المعلقه ان انا اساوي خليط البسبوسه في الصينيه كده. انا بحب ان انا الكيكات البسبوسه تكون في اي حاجه احطها في صواني الومنيوم كده او ستانلس. ما بحبش البيركس او التيفال عشان بيوصل الحراره بسرعه فالحاجه ممكن تتلسع منك من تحت ومن فوق ما تكونش واخده السوا بتاعها من قلبها من جوه. بعد ما سويت كده خليط البسبوسه زي ما انتم شايفين بظهر المعلقه هجيب السكينه بقى واعمل خطوط كده اكني بقطع البسبوسه بس مش هنزل بالتقطيع لغايه تحت. انا بس بخطط بس من فوق كده علشان احط المكسرات او الاضافات اللي انا هحطها عليها من فوق بالشكل ده كده. دلوقتي بقى زينتها بلوز وبندق. انت عايزه تحطي سوداني ما ينفعش طبعا تحطي ولا زبيب ولا جوز الهند عشان هتتحرق. فدخلتها الفرن على درجه حراره متوسطه وبعد ده بعد ما طلعتها من الفرن حوالي قعدت تلت ساعه. انا بسيبها لما تاخد راحتها خالص في التسويه عشان تبقى يعني حلوه كده ما تبقاش نيه من جوه زي ما انتم شايفين كده. سقيتها بالسيرب شايفين شكلها ما شاء الله. دلوقتي بقى بعيد تقطيع على الخطوط اللي انا عملتها بالسكينه قبل كده بنزل عليها كده. وطول ما البسبوسه معاكي بتاخد السيره وبتشرب معاكي تعرفي ان هي بفضل الله ناجحه معاكي. واديها بسبوسه لغايه ما هي تقولك بس. شايفين بقى شايفين بقى دي الحته اللي في الطروف التسويه من تحت ومن فوق ما شاء الله. انا دايما بحب ان انا اكل الحته اللي بتبقى في الطروف دي بتبقى مقرمشه وجميله كده. ولا بصوا بقى ما شاء الله عليها يعني طعمها كان جميل جدا. والاضافه اللي احنا ضفناها عليها ايه اللي هي البيضه ما بتبانش خالص لان انت حاطه بيض. والمفروض ان احنا في اي كيكات بسبوسه كنافه بنسيبها لما تهدى تماما وبعدين نقطعها علشان تبقى متماسكه معانا. بس شوفوا انا عايزه اوريها لكم بس ان انا مقطعاها وهي سخنه وما شاء الله البيضه متخليها متماسكه وجميله ومش باين خالص ان انت حاطه اي اضافات خالص عليها ما شاء الله. شايفين لونها والتسويه من تحت ومن فوق ما شاء الله ومرمله جدا. جربيها وقولي لي رايك. شايفين ما شاء الله طعمها عشان بس اوريها لكم قد ايه مرمله وطعمها جميل ولا اجدح حلواني. والاضافه اللي ضفناها عليها بتخليها معاكي متماسكه وما تفكش معاكي رغم ان انا مقطعاها وهي سخنه. واحنا عارفين ان اي حلويات المفروض نسيبها تهدى حوالي نص ساعه على الاقل عشان لما نيجي نقطعها تبقى متماسكه معانا وما تفرولش معانا. بس الاضافه اللي احنا ضفناها عليها ديت بتخليها جميله معاكي جدا وما اكنك ما انتش ضايفه اي حاجه خالص. جربيها وان شاء الله تعجبك. ما تنسيناش لو عجبك الفيديو دعمينا باللايك والشير وسبسكرايب للقناه. لا تنسي الصلاه على الحبيب. لا تنسي قراءه الورد بتاعك كل يوم من القران الكريم. لا تنسي تكسيري من قول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.